نعم حازم، يعني نتحدث عن غارات إسرائيلية عدة كانت في مدينة غزة بالتحديد، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي قام باستهداف عدد من المنازل في محيط مجمع الشفاء الطبي، كما قام باستهداف أيضا منازل بالقرب من مستشفى الخدمة العامة، كما حاصر مستشفى الوفاء وهو لتأهيل المعاقين وأيضا لكبار السن. هذه الحرب الضروس التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المشافي والقطاع الصحي في قطاع غزة. الآن معنا أحد الأشخاص وهو آخر الأشخاص الذين وصلوا إلى جنوب القطاع وكانوا يتواجدون في مجمع الشفاء الطبي، نسأله ونتعرف منه على طبيعة الأحداث في مجمع الشفاء الطبي. يعطيك العافية. الله يعافيك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. أول شيء، شو آخر شيء شفته في مجمع الشفاء الطبي؟ الناس باكلوا تمر، هاي الموجود ضايل عندهم، لا كهرباء لا ماء لا مقومات حياة من أي نوع. مرضى العناية المصابين اللي بيجوا، أي حد بتحرك خطوة داخل خارج مجمع الشفاء الطبي يتم استهدافه. طيب الآن احكي لي، كيف طلعت من المستشفى وكيف كانت الطريق؟ طلعنا من المستشفى زي اللي بقول حامل روحه عايده ماشي. طلعنا باتجاه شارع الوحدة. شارع الوحدة في جثث لا بأس بها، أقدام أطفال، نساء مرمية، جثة هامدة، حتى حيوانات. يوجد هنا حصان مصاب يتحرك موجود لسه في 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 شارع الوحدة. كان كل مفترق الاحتلال أو دبابات الاحتلال موجودة عند شارع الكنز، عند جامع الكنز، في عند كل مفترق. أي حد بمر عن طريق المفترق يتم إطلاق النار عليه. أطلقوا النار عليكم؟ أطلقوا النار علينا 3 مرات. وفي إنسانة تم إطلاق النار عليها وأصيبت في قدمها أمامنا، ما حد قدر يتعامل معها، لأنه لو أنت قربت عليها حيتم إطلاق النار عليك. إحنا اشرح لي وين هم تقريبا موجودين في مدينة غزة؟ في مدينة غزة ما يقابل UNDP من جهة الشمال، من جهة الجنوب شارع جامع الكنز وبواب الدليس اللي هو الميرنا هاوس، موجود فوق يعني فوق ال5 دبابات عند الميرنا هاوس في شارع جامع الكنز، متواجدين داخله كامل. هذا اللي احنا قدرنا نشوفه، ما حدش كان قادر خاطر يطلع يشوف وين موجودين. طيب هذا على مكان تواجدهم. طيب احكي لي عن اوضاع اللي ضايلين موجودين في مجمع الشفاء الطبي ما بين الكادر الطبي، المرضى وكمان النازحين. احكي لي قديش تقريبا في اعداد، كيف اخر ساعات قضيتوها مع بعض؟ ما يقارب اعداد فوق 1000 نازح، مع مريض مع كادر طبي. الكادر الطبي والنازحين بيتمنوا الموت ولا الوضع اللي هم عايشين فيه هالقد. مرضى العناية لا يتوفر لديهم الأكسجين، لا يتوفر لديهم اليود اللي هو البولادين، المحلول الملحي لا يتوفر في داخل مستشفى الشفاء. طيب أنت كنت حكي لي قبل الهواء أنه في ساحة مجمع الشفاء الطبي كان في جثامين، احكي لي عن هذا الشيء. جثامين شهداء الله يرحمهم ويكرمهم موجودين، لم نستطع دفن أي جثة. أهالي الشهداء ينتظروا داخل المستشفى، ينتظروا أي تصريح لدفنهم داخل المستشفى أو خارج المستشفى. إحنا إلنا 3 أيام، إدارة المستشفى بتتواصل مع الصليب الأحمر، أشخاص يتواصلون مع الصليب الأحمر لأخذ تنسيق فقط، مش للخروج من المستشفى، فقط لدفن الشهداء في الفناء. في أعداد معينة للشهداء الموجودين؟ شفتهم مثلا؟ فوق 100 شهيد موجودين. ثلاجة العناية الثلاجة مليانة اللي هي جنوب مستشفى الشفاء، بص الماء الداعي بالثلاجة موجود، في مكدس بالكامل شهداء، لدرجة انه بطلنا قادرين عارفين وين نحطهم. الشهداء موجودين على ارض المستشفى. طيب الان احكي لي عن الطريق وانتوا جايين، كيف كانت الطريق؟ وشو اللي دفعك ان انت تخاطر؟ انت حكيت لي في كل مكان الواحد حامل روحه على كفه ماشي، شو اللي دفعك لهذا الشيء؟ اول حاجه الوالده، ثاني حاجه انه لا يوجد اي مقومات حياه. انا اتناولت الطعام اليوم بعد 24 ساعه من المكوث هناك. الطعام اللي موجود تمر، لا يثمن ولا يسني من جوع. من وين لوين مشيت؟ مشيت من شارع الوحده من مستشفى الشفاء لرمزون ضبيط، ثم كان موجود هناك عربه فيها حصان، أخذنا لدوار الكويت، ومن دوار الكويت توجهنا هان مشينا للأقدام.
الحمد لله على سلامتكم، يعطيكم ألف عافية. الحمد لله على السلامة. يعني حازم، هذه الحالة وهذه الشهادة الحية التي استمعنا إليها تلخص ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إمعان في قتل كل من هو فلسطيني. يعني تحدث الشاهد العيان عن الحالة الصعبة والمزرية التي يحياها من تبقى في مجمع الشفاء الطبي، وأيضا من يحاول الخروج من مجمع الشفاء الطبي يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه بشكل مباشر دون سابق إنذار أو تحذير، رغم أن الاحتلال كان دائما يغني ويقول بأنه يسعى لحماية المدنيين ولا يريد إيقاع أي خسائر في المدنيين، إلا أن كافة الشهادات تتحدث بأن الاحتلال هو جل همه هو استهداف المدنيين بأكثر من شكل وبأكثر من طريقة. شاهد العيان هذا حدثنا عن مجمع الشفاء الطبي، عن الطريق، عن الحالة المأساوية داخل مجمع الشفاء الطبي. هذه الصورة هي باتت موجودة في أكثر من مكان يعيش فيه عدد من النازحين، سواء في مراكز إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أو مشافٍ أخرى يوجد بها عدد من النازحين.